جديد بأنبائه وأحداثه، نطلع أهم هذه الأحداث بالبحث والرصد والتحليل. فريق حكومي في نقابة المعلمين لعقد جولة ثانية من الحوار حول الإضراب. ارتفاع عدد الزوار الأجانب لمدينة البتراء 98% في شهر أيلول. مشروع قانون الزكاة لسنة 2019 يعظم الاستفادة من أموال فريضة الزكاة. وقبل الخوض في أخبار هذا الأسبوع، دقيقتان لآخر الأنباء والزميلة أريج القاسم. إليك أريج. شكرا زيراد. بدأت جولة ثانية من اجتماع الفريق الحكومي مع مجلس نقابة المعلمين في محاولة لإيجاد حل نهائي لإضراب المعلمين والعودة إلى المدارس. ويمثل الفريق الوزاري وزير الدولة لشؤون القانونية مبارك أبو يمين ووزير الصناعة والتجارة طارق الحموري. وكانت الجولة الأولى من الاجتماع المغلق انتهت دون التوصل إلى نتائج بين الطرفين. وقالت نقابة المعلمين للمملكة إنه لا يوجد أي تقدم في المفاوضات مع الحكومة، وإنه لا يوجد أي أرقام مقنعة للمجلس، إلا أنها أكدت أن الحوار مستمر. هذا وكانت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطقة الرسمية باسم الحكومة جمان غنمات أكدت أن الحكومة تبذل كل جهد ممكن لإنهاء أزمة المعلمين وضمان عودة الطلبة إلى صفوفهم والمعلمين لأداء رسالتهم. ولفتت غنمات إلى أن الجولة الأولى من الحوار بين الحكومة والنقابة لهذا اليوم انتهت. وأشارت غنمات إلى أن جهودا حثيثة تبذل من أجل الوصول إلى توافق خلال الساعات المقبلة. هذا وكان رئيس الوزراء عمر الرزاز قال إن الحكومة تأسف لأي حدث انتقص من كرامة المعلمين، مؤكدا أن هنالك الكثير من التحديات التي سيتم تجاوزها. وأضاف الرزاز في رسالة وجهها إلى المعلمين بمناسبة اليوم العالمي للمعلم أن الحكومة ملتزمة باستكمال التحقيق والأخذ بنتائجه، وأشار إلى أن الحكومة حريصة على عودة المعلم إلى غرفة الصف مرفوع الرأس، مؤكدا أن التحاور معهم هو واجب وزارة التربية والتعليم للتوصل إلى ما هو في مصلحة المعلم ومصلحة الطالب ومصلحة الوطن. ودعا الرزاز المعلمين إلى الإصغاء إلى قلوبهم وعقولهم ورسالة التعليم المقدسة، مؤكدا أن كرامة المعلم وهيبته من هيبتنا ولا يقبل الإساءة له. أما الآن هذه عودة إليك زيرالدا. نبدأ مشاهدينا بيوم الأحد. جلالة الملك عبد الله الثاني يفتتح مركز الإنقاذ المائي والجبلي في منطقة البحر الميت، ويأتي إنشاء المركز الرابع للمديرية العامة للدفاع المدني بناء على توصيات اللجنة المستقلة التي جرى تشكيلها للوقوف على حقيقة فاجعة سيول البحر الميت. يقدم المركز خدماته لمرتادي المنطقة من مواطنين وسياح، ويحافظ على أمان المنشآت السياحية والاستثمارية. يوم الاثنين، وزير العمل نضال البطاينة يؤكد خلال لقاء مع وزير التعليم والتعليم العالي في الدوحة استعداد الوزارة لرفض قطر بالكفاءات المطلوبة من المعلمين الأردنيين. وبيّن البطاينة أن ذلك سيتم بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وديوان الخدمة المدنية. طلب البطاينة تزويده بالأعداد المطلوبة والتخصصات التي تحتاجها وزارة التعليم في قطر، سواء من معلمين وإداريين ومشرفين بمختلف التخصصات. يوم الثلاثاء، وزارة الداخلية تصدر تعليمات إصدار وتجديد لجوازات السفر العادية للأردنيين الموجودين خارج المملكة، إذ أصدر وزير الداخلية سلامة حماد تعليمات معدلة لتعليمات إصدار وتجديد جوازات السفر العادية للأردنيين الموجودين خارج المملكة. وجاء في التعديل أنه إذا كان في حق طالب الحصول على جواز السفر طلبات قضائية كمتهم أو محكوم، فتؤخذ موافقة دائرة المخابرات العامة ومديرية الأمن العام، ولا يجدد جواز سفره العادي. يتم منحه وثائق سفر اضطرارية للعودة بموجبها إلى المملكة بموافقة وزير الداخلية. إلى يوم الأربعاء، وزارة الزراعة تقرر فتح معاصر الزيتون للموسم الحالي ابتداء من منتصف الشهر الحالي.
قال الناطق الإعلامي باسم وزارة الزراعة لورنس المجالي إنه سيتم متابعة التزام أصحاب المعاصر بتطبيق جميع الشروط البيئية والصحية في مختلف محافظات المملكة. إلى يوم الخميس، جلالة الملك عبد الله الثاني يبحث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة سوتشي علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وآخر التطورات الإقليمية والدولية. إذا اتفق جلالة الملك والرئيس الروسي على بذل الجهود لزيادة التبادل التجاري وتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الزراعة والسياحة والتبادل الطلابي، إضافة إلى التعاون في المجالات الدفاعية. إلى يوم الجمعة، أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان عن إغلاق تقاطع الإرسال الحرية للسير القادم من تقاطع جسر نعور وشارع القدس وبالعكس، وكذلك للسير القادم من شارع الحرية باتجاه جسر نعور وبالعكس. وقال الناطق الإعلامي في وزارة الأشغال العامة والإسكان عمر المحارمة إنه سيتم البدء في الأعمال الإنشائية على تقاطع الإرسال الحرية من 4 مستويات وإنشاء نفق باتجاه للسير القادم من شارع الحرية باتجاه كوريدور عبدون وبالعكس، وسيتم إنشاء دوار على مستوى الشارع الحالي شارع القدس تقاطع الإرسال. مستمرون معكم في أخبار الأسبوع تتابعون فيه بعد قليل. فريق حكومي في نقابة المعلمين لعقد جولة ثانية من الحوار حول الإضراب. أهلا بكم من جديد. بدأت جولة ثانية من اجتماع الفريق الحكومي مع مجلس نقابة المعلمين في محاولة لإيجاد حل نهائي لإضراب المعلمين والعودة إلى المدارس. كانت الحكومة قد قررت رفع العلاوة التي يتقاضاها المعلم في نظام الرتب، بحيث تكون الزيادة للمعلم المساعد 24 دينارا و25 دينارا للمعلم و28 دينارا للمعلم الأول، إضافة إلى 31 دينارا للمعلم الخبير، الأمر الذي رفضته نقابة المعلمين. ضمن الخطوات التي أخذتها الحكومة في سبيل حل الأزمة، قدم رئيس الوزراء عمر الرزاز اعتذارا للمعلمين، اعتذار قابلته نقابة المعلمين بالترحيب. وقال الناطق باسمها إن رسالة رئيس الوزراء إيجابية وتقدر وتسهم في حل إضراب المعلمين. ودعا الناطق باسم النقابة للانتقال إلى خطوة تحقيق مطالب المعلمين العمالية والمهنية التي بدأ الإضراب من أجلها. وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطقة الرسمية باسم الحكومة جمان غنيمات قالت إن الحكومة تبذل كل جهد ممكن لإنهاء أزمة المعلمين وضمان عودة الطلبة إلى صفوفهم والمعلمين لأداء رسالتهم، وهو ما حدث فعلا حين أجرى فريق حكومي جولة جديدة من المحادثات مع المعلمين، إذ عقد كل من وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين ووزير الصناعة والتجارة طارق الحموري ومستشار رئيس الوزراء محمود الخلايلة اجتماعا في نقابة المعلمين مع مجلس النقابة، لكن الاجتماع لم يخرج بنتائج، إذ غادر الفريق مبنى النقابة ليعود مجددا ويعقد اجتماعا ثانيا بنيت عليه آمال بأن يكون الاجتماع الحاسم الذي قد يتم الإعلان بعده عن انتهاء الأزمة. وحتى لحظة إعداد التقرير كان الاجتماع منعقدا دون أن ترشح عنه أي مستجدات، لكن أجواء التفاؤل التي عززها اعتذار الرزاز صباحا ظلت حاضرة، والأمل كل الأمل بأن لا تظل هذه المقاعد فارغة بعد اليوم. رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية الدكتور إبراهيم البدور معنا في الاستوديو، أهلا وسهلا بك دكتور. مساء الخير سيدتي. يعني انتهت الجولة الأولى من المفاوضات دون حسم يذكر، في ظل يعني حديث عن انقسام داخل مجلس النقابة نقابة المعلمين، ما المتوقع من جولة المفاوضات الثانية والتي يعني تجرى الآن؟
يعني خلال ال 48 ساعة أعتقد كان في حوار، وكان في حوار مستمر وفي لقاءات مستمرة، يعني من يوم الخميس مساء لغاية هذه اللحظات. أعتقد الآن في هذه اللحظات تعقد يعني مفاوضة حقيقية، أعتقد صار في لقاءات مختلفة، صار في لقاءات بدي أسميها جذرية، صار في طرح للأرقام. اليوم دولة الرئيس يعني بدي اسميها على الفيسبوك نزل مجموعة من الكلمات، كانت عبارة عن كلمات إيجابية، كان فيها روح الاعتذار موجود، كان فيها يعني عبارة عن كلمات تطيب خاطر بدنا نسميها للمعلمين جميعا، وهي أعتقد أنه خطوة إيجابية كانت. وأعتقد أنه عدينا 50% من أي نقاش بده يكون. الآن 50% الثاني هي موضوع الفلوس، موضوع أنه هل العلاوات مناسبة ولا غير مناسبة. أعتقد الآن الحكومة أول جولة كانت ما قبل يمكن 3 ساعات، نعم، صار في عندهم أرقام، عادوا بعدين على الحكومة شافوا تم اختلاف عن نسب، يعني أعتقد الموضوع مالي بحت زي ما حكينا في البداية، موضوع مهني مالي بحت. الأرقام كانت يمكن ما كانت مناسبة للنقابة، النقابة لازالت أعتقد مصرة على 50%، الحكومة رفعت ل 25، وأعتقد أنهم وصلوا ل 30%، والآن أعتقد النقاش كان آخر شيء على 40%. أعتقد هذا النقاش الدار بين 35-40% عن النقاش الموجود. الآن في تسرب معلومات أنه في أجواء إيجابية، ما نتمناها ألا ندخل في أسبوع خامس، بكفي أعتقد دخلنا بالشهر الأول وانهينا، الآن لا نريد الدخول بشهر ثاني، لأنه أعتقد راح يكون في ضغط شديد خلال 4 أسابيع الماضي، ممكن عبارة عن تعويض الطلبة بأساليب مختلفة، بسبتات، عبارة عن تمديد للفصل الأول، تمديد للفصل الثاني، العطلة اختصارها على أسبوع، على 5 أيام إلى آخره. ولكن إذا دخلنا بالأسبوع الخامس ودخلنا بالشهر الثاني، أعتقد صعب جدا أن يكون في عبارة عن تعويض للطلبة عن هذا الذي حدث في الفترة الماضية. طيب سيف، يعني إبراهيم أنت كنت طرف ثالث منذ بداية الأزمة، يعني من خبرتك صحيح، ومن هذه الاجتماعات المغلقة التي حضرتها، ماذا تتوقع السيناريوهات المقبلة، وهل أنت متفائل؟ يعني اليوم أعتقد الحكومة يجب أنها تنهي الموضوع الليلة، يعني أعتقد كثير صعب على الحكومة أن تدخل بأسبوع خامس تحت هذا الضغط الموجود. النقابة الآن تتحدث عن أرقام ثابتة وأرقام بدي أسميها يعني 50% يكون عبارة عن زحزحة زي ما قلت لك 35-40%، ولكن مع أشياء أخرى ممكن يصير في زيادات مثلا بالضمان بالتأمين الصحي، ممكن يصير في اختلال مثلا إذا كان في عبارة عن 2 معلمين موجودين زوج وزوجة، ممكن واحد منهم يدفع تأمين صحي الثاني لا يدفع، ممكن في نسبة الدخول على الجامعات كان ياخذوا 5%، ممكن في حال 10-15%، يعني هاي الأشياء بسموها باكج كاملة، ولكن كانت هاي الأشياء الإضافية موجودة أعتقد، ولكن كانت المشكلة على النسب. زي ما قلت الحكومة قدمت 15% أول ما قبل الأسبوع الماضي، الآن وصلت 25-30، وأعتقد الخلاف الآن يمكن من 35-40%. إذا حدث هناك عبارة عن توافق على الرقم هذا، ممكن الأمور تكون سهلة وممكن يصير في اتفاق. يعني الليلة. أنت متفائل أنه يمكن الوصول يعني إلى صيغة توافقية؟ بقدر أسميها تفاؤل بحذر، يعني اللي بدي أسميه، لأنه بعض المرات بتعرفي أنت ما بتناقش مع شخص واحد، تناقش مع 13 هناك انقسام ايضا داخل مجلس النقابه، جسد النقابه، في بالنسبه لاكثر من تيار في مجلس النقابه، وحتى بالنسبه اكثر من راي، بعض المرات في اراء متشدده، وفي اراء يمكن ليونه شوي، في ناس بتطلعوا الموضوع من زوايا مختلفه، لذلك بعض المرات مش كلهم عباره عن جسم واحد، هم مش كلهم تفكير واحد، هم كل واحد لازم يقتنعوا جميعا، لازم يطلعوا في توافق عام. لذلك انا اعتقد الحكومه لا تستطيع انها تفاوض مع شخص واحد، باحترامي للنقيب الموجود صح بتفاوض معه، ولكن هذا النقيب يجب ان يعود القواعد تبعته للاعضاء وللموجودين كلياتهم، بشرح لهم الارقام هاي بحيث يصير في عباره عن توصل. نفس الحكومه كمان الموجودين، الاشخاص الموجودين اللي بفاوضوا يجب ان يعودوا للحكومه بحيث يشوفوا هل هذه الارقام مناسبه لهم، هل هذه الارقام، لانه اي رقم اي نسبه بتزيدوا معناته فلوس، معناته موازنه، معناته بدك تشوف فلوس بدك تجيبها، نعم، معناته في عباره عن تعويض. لذلك اي نسبه زياده راح تسوي ضغط اعتقد على الموازنه القادمه، فلذلك يجب ان يكون هناك يعني. والمتابع لمواقع التواصل الاجتماعي يعني يرى ان هناك حتى في الشارع انقسام بين من هو مع الإضراب وضد الإضراب ومصلحة الطالب وما إلى ذلك. صحيح. طيب لا سمح الله في حال استمر الإضراب سيكون إضراب ثاني، أليس كذلك؟ هل من شروط جديدة مع هذا الإضراب الثاني؟ أعتقد يعني الكل متفائل لغاية هذه اللحظة، يعني ما قبل فوت على الاستوديو كانت في الأشياء اللي بتوصل من الجو، أعتقد في شوية تفاؤل بالأجواء العامة، ممكن يصير في بدي أسميها يعني ديل، أو يصير في بدي أسمي مفاوضة نهائية بحيث يصير عندنا إقرار نهائي للموضوع وإعلانه الآن، لأنه وصل ما قبل يمكن ساعة على النقابة أن نشوف كلها مؤتمر صحفي في مجمع النقابات، وإذا كان هناك عبارة عن توقيع يجب أن يكون أعتقد
رئيس الوزراء موجود في هذا التوقيع الاتفاق العام، لأن هذا الاتفاق كثير مهم، والنقابة والمعلمين مصممون على أن يكون اتفاق كامل موقع من الحكومة، لأنه في 2014 بالذكر لما صار في عبارة عن نقاش صار في أرقام، كان في عبارة عن ضغط أن الحكومة لم تكن موقعة نعم. على هذه الأرقام. طيب سيد إبراهيم أعذرني، ولكن سأنتقل إلى مراسل المملكة معاذ الحنيطي من أمام نقابة المعلمين. نعم معاذ، هل لك أن تضعنا في الصورة والمزيد من التفاصيل؟ نعم زيرالدا، ما زلنا نتواجد أمام مقر نقابة المعلمين الذي يشهد الآن الجولة الثانية من الحوار ما بين الفريق الوزاري وأعضاء مجلس نقابة المعلمين. يعني قبل قليل رشح أو تسرب من داخل النقابة عن تقريبا الوصول إلى اتفاق أو ما يعني وصول إلى اتفاق وهو في اللمسات الأخيرة أو نهايته، لكن لم يصدر أي شيء رسمي من داخل الاجتماع. مع هذه الأخبار التي تسربت كان هناك انقسام من قبل المعلمين الذين يتوافدون إلى أمام النقابة ويتجمهرون أمام النقابة رغم زخات المطر التي تشاهدونها، وأيضا ذهب المعلمون إلى إطلاق عدد من الهتافات منها علاوتنا لن تضيع لو أضربنا أسابيع وغيرها من العلاوات التي تؤكد بأن العلاوة حق لهم. إلى الآن لم يخرج من الاجتماع أي شيء رسمي عن الاتفاق، ولكن هناك تسريبات عديدة بأنه يوجد اتفاق، ولكن يعني إلى الآن لم يخرج أي شيء رسمي. نعم شكرا. ما زلنا أمام نقابة المعلمين ننتظر ما يرشح، ولكن هناك كما أعيد وأؤكد لك بأن هناك حديث عن أجواء إيجابية داخل الاجتماع وتقريبا الوصول إلى اتفاق لم تتبين كل معالمه إلى الآن. نعم شكرا لك معاذ الحنيطي من نقابة المعلمين. وأعود إليك سيد إبراهيم، إذا يبدو أن الأجواء إيجابية الحمد لله، وهناك وصول إلى اتفاق باللمسات الأخيرة، برأيك شكل هذا الاتفاق؟ يعني هون عبارة عن رشح للمعلومات، أعتقد المعلومات ليست دقيقة كاملة، يعني بعض المرات أنا كنت في النقاش يصير في مثلا واحد سر معلومة من الداخل أنه الأجواء إيجابية، ولكن أعتقد ما فيش معلومة حقيقية لغاية الآن، هي عبارة عن رشح للأخبار، الأجواء إيجابية بشكل عام، بس هي المشكلة بالأرقام بالنسب، يعني زي ما حكيت لك ما قبل شوي، بعض المرات الأعضاء ليسوا فقط واحد وليسوا اثنين، وليس توجه واحد أنك تحكي مع فكرة واحدة، لذلك أعتقد الأرقام راح تكون صعبة، زي ما قلت ما قبل شوي، أعتقد راح يكون الصورة العامة إذا حدث هناك توافق، إن شاء الله أنه يحدث هناك توافق، لأنه أعتقد الجميع مل من هذه الصورة. نعم. الكل يعود يعني مثل المعلمين اعتقد انهم ملوا، حابين يعودوا على صفوفهم، والطلبه والحكومه والجميع، وحتى انتم الصحافه والاعلام صار لكم شهرين شغالين في الموضوع، فاعتقد بالنسبه للجميع بحاجه للعوده. اعتقد الصوره النهائيه راح تكون عباره عن باكج كامل، هيك انا اعتقد الصوره العامه الموجوده راح يكون في بالنسبه بدنا نسميها، اعتقد راح تكون النسبه بين 35 ل 40%، وراح يكون معها زيادات اخرى زي ما قلت ما قبل شوي في التامين الصحي في الـ في الـ في المقاعد الجامعيه وفي اللي هم بالنسبه للنسب اللي بتكون بين الزوج وزوج اذا بيدفعوا اثنين تامين صحي. يعني هاي اعتقد الصوره العامه راح تكون. ما الذي قد يمنع يعني من حدوث الاتفاق؟ يعني المشكله بالفلوس، المشكله بالنسب، يعني بالنسبه للحكومه. لكن انت ذكرت نسب جيده يعني وصلت الى 40%. لا هذا اللي بطالب فيه اعتقد هذا الممكن يصير عليه التوافق. هذا الممكن يصير عليه توافق، لانه النقابه اعتقد وصلت الرقم هذا، كان غلطان. الحكومه قدمت 15 مع الضغط وصلت 25، يعني كان اعتقد ما قبل اللقاء ما قبل شوي او المفاوضات كانت بين 25 ل 40، يعني كان في 25 وفي 40، يعني هاي النقطة كانت الخلافية أعتقد حسب الإشي اللي بعرفه أنا، ولكن يمكن المعلومات الدقيقة بتكون مع الفريق المفاوض من الطرفين، ولكن كانت الأرقام هون، أعتقد التفاوض الموجود بين هذا الرقمين، ممكن نوصل 35، ممكن 40، ممكن، ولكن أعتقد الحكومة الآن كمان تحت الضغط، يعني أعتقد بكرة أسبوع خامس يجب أنها تلاقي حل معين مع المعلمين، والمعلمين بتعرف إذا أنك شفتي ما قبل شوي الصورة الداخلية، مجموعة كبيرة من المعلمين موجودين أيضا بالخارج. بيضغطوا كمان اعتقد القاعده والهيئه العامه الموجوده بالنقابه تضغط على الاعضاء الموجودين بالداخل بحيث انهم حصلوا اعلى رقم، وهي عباره عن مفاوضات في النهايه، يعني كل ما زاد هم بحسوا انهم حصلوا اكثر والارقام افضل لهم، لذلك اعتقد راح يكون في يعني لن تكون الامور هناك بسلاسه بحيث يطلعوا، واعتقد اذا صار في عباره عن تنازل اليوم او بالذات راح يكون من الحكومه التنازل برفع الارقام بنسبه عاليه، وهذا اصلا كلياته راح يصب في مصلحه المعلم، واحنا كلياتنا متمنين انه تنتهي الازمه والموضوع ينتهي الى ارضيه مشتركه يعني في الحقيقه توافق الجميع. نعم واحنا نعم. بصراحه زي ما حكيت ما قبل شوي الكل بحاجه لهذه الارضيه. صحيح. الكل بحاجة لنا هذا الموضوع،
اعتقد خلص بكفي. انا صار لنا حوالي شهر. على فكره الموضوع ليس موضوع فقط عباره عن طلبه يروحوا على مدارس، الموضوع موضوع اقتصادي، الموضوع هذول الطلبه بيتحركوا، مليون ونص تخيل بيتحركوا الصبح، بياخذوا باصات، بياكلوا سندويشات، بيتحركوا في المواصلات، يعني هون حركه تجاريه، ما حركه اقتصاديه كامله. تخيلي مليون ونص طالب مع معلمينهم حوالي كمان 120 الف جالسين في البيوت ما بسووش ولا شيء، والمدارس الخاصه شغاله يعني بالنسبه للطلبه، يعني اعتقد انها صعبه كثير على الاطراف كلها. لذلك التوافق بشكل عام بين الجميع سوف يخدم كل الاطراف، ان كان حكومه وان كان طلبه وان كان معلمين، بحيث كل واحد ياخذ حقه وخلص نعدي عن النقطه هاي. اعتقد بكفي، نتمنى ذلك يعني ان شاء الله من هذا المنبر، نتمنى يعني ان ينتهي الاضراب. شكرا لك ابراهيم البدور رئيس اللجنه التربيه والتعليم النيابيه، شكرا جزيلا لك. سيدتي شكرا لك. شهد إقليم البتراء التنموي السياحي انتعاشا في النشاط التجاري والاقتصادي في الآونة الأخيرة، وبلغت نسبة الزيادة في الزوار الأجانب والعرب للمدينة الوردية 98% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. انتعشت الحركة التجارية والاقتصادية في إقليم البتراء التنموي السياحي جراء ارتفاع نسبة زائري المدينة الوردية من الأجانب والعرب بنسبة 98% في الشهر، ومقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فإن إحصائيات صادرة عن سلطة إقليم البتراء أظهرت أن عدد الزوار الأردنيين والعرب للمدينة الوردية بلغ قرابة 10,000 زائر، وزوار الرحلات المدرسية بلغ 568 زائر، فيما بلغ عدد الزوار من الأجانب 93,000. وفي 9 أشهر الماضية من هذا العام بلغ عدد الزوار في مختلف الجنسيات ما يقارب 700,000 زائر. ووفقا للفرجات، فإنه بناء على حجوزات الفنادق وبرامج البواخر للربع الأخير من هذا العام، فمن المتوقع أن تشهد مدينة البتراء ارتفاعا ملحوظا في الحركة السياحية لتتخطى حاجز 1,000,000 زائر، وهو وفقا للفرجات يعد رقما قياسيا يسجل لأول مرة لصالح المدينة. الجهود التشاركية بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص وأبناء المجتمع المحلي أسهم في رفع الطلب على المدينة الأثرية كمقصد سياحي عالمي، لا سيما في ظل استقطاب المزيد من الاستثمارات المختلفة وتوفير البنية التحتية المناسبة الخادمة لساكني الإقليم وزواره. سلطة إقليم البتراء عكفت خلال السنوات الأخيرة على إنشاء مشاريع جديدة ومختلفة لإطالة إقامة السائح، ومنها ما انتهت من إنشائه مؤخرا كمشروع تطوير وسط البلد ومتحف بتراء، ومشاريع أخرى قيد الإنشاء كمشروع القرية التراثية في منطقة البيضة، بالإضافة إلى تطوير عملية النقل والمواصلات في لواء البتراء، مما يسهم في توفير سبل الراحة أمام السائح والنهوض بالمدينة في عدة جوانب ورفع سوية تنافسها كوجهة سياحية عالمية. رئيس سلطة إقليم البتراء سليمان الفرجات، أهلا وسهلا بك. مساء الخير. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. يعني ارتفاع ملحوظ في عدد زوار الأجانب للبتراء وصل إلى 98%. نعم. وهذه نسبة ممتازة، انعكاسات هذا الارتفاع وما هي العائدات المالية؟ أول شيء شكرا لكم على الاستضافة. الحمد لله هذا العام بشكل عام كان عام سياحي مميز، ارتفاع بأعداد السياح، وصلنا لحد الآن يعني بالثلاث أرباع الأولى من العام 750,000 سائح دخلوا البتراء، وإن شاء الله راح تكون هاي السنة أول سنة بيوصل عدد 1,000,000 وراح يزيد عن 1,000,000. طب كم كان عدد ونسبة السياح في مثل هذا الوقت من السنة في الأعوام السابقة؟ يعني بالعام 2018 بشكل عام دخل البتراء 827,000 سائح، وبالتالي احنا يعني قربنا نوصل لمستوى العام الماضي. في عام 2017 دخلها 620,000 سائح. الزيادة ما بين شهر أيلول وشهر 9 هذا العام مقارنة مع العام الماضي تقريبا زي ما حكيت أنت بالأجانب يعني صار دبل 98%. دخل بشكل عام حوالي 92,000 سائح، منهم حوالي 82,000 سائح أجنبي، مقارنة مع تقريبا العام الماضي 40,000 سائح أجنبي. طبعا هذا مؤشر أنه الموسم القادم، تعرف إحنا موسمنا السياحي الأجنبي للبتراء هو 10 و11 و3 و4 و5، فمؤشر أنه هذا العام راح يكون يعني نهايته عام قوي. متوقع يجينا كمان فوق هذا العدد بحدود 300,000 سائح،
حتى نهايه العام، وبالتالي زي ما حكيت لك نوصل هذا. طيب الى ماذا تعزو؟ يعني ما هي الاسباب التي ادت الى ارتفاع والارتفاع الملحوظ في اعداد السياح؟ السياحه يعني اول شيء عرض وطلب، وهي في عوامل دافعه من البلد، الناس اللي بيجوا من السياح، وعوامل جاذبه من عندنا من الاردن. السياحه بشكل عام دوليا يعني في حركه، في ارتفاع، خاصه منطقه الشرق الاوسط والاردن. يعني احنا دائما نشبه السياحه بالكيكه، يعني احنا ناخذ احنا منها جزء من هاي الكيكه. سببها طبعا الجهود المشتركه ما بين وزاره السياحه وهيئه تنشيط السياحه ومفوضيه العقبه ومفوضيه البتراء كجهات حكوميه طبعا، والقطاع الخاص. السبب الثاني اللي هو الاهم، عمليه الوصول للمنطقه في الماضي كانت عمليه الوصول للمنطقه من السوق الاوروبي، سوق يعني الامريكان وغيره، صعب بسبب انه هيئه تنشيط السياحه دعمت اللي خلينا نقول نسميه احنا اللو كوست كاريرز، الطيران المنخفض التكاليف. صارت تجارة الأردن مغرية للعديد من الدول. زائد أنه البتراء بشكل عام بوصلها السائح يا إما جزء من زيارة الأردن كباكج كامل للأردن، أو من خلال الدول المجاورة، أو من خلال سياحة البواخر اللي ازدادت في السنوات الأخيرة حيث دخل البتراء. طيب جميل، ولكن هذا كله يحتاج أيضا إلى خدمات، إلى منشآت سياحية يعني يرضى عنها السائح. هل هي متوفرة؟ بالتأكيد متوفرة، لكن احنا يعني نطمح أن تكون أفضل. يعني عندنا حاليا في البتراء تقريبا 3000 غرفة فندقية حاليا، يعني تحت الإنشاء حوالي 500 غرفة فندقية، ونتوقع بالعام القادم اللي هو 2020 كمان 500 غرفة فندقية. طبعا احنا كسلطة إقليم بنشتغل حاليا على الارتقاء بمستوى الخدمات، خاصة المقدمة داخل المحمية الأثرية. وفي نفس الوقت بنعمل ميجرز ويعني أمور إنها تخفف الضغط على الموقع الأثري، لأنه لا تنسي البتراء هي موقع تراث عالمي، وبالتالي المحافظة عليها موضوع مهم، وهي لها دخل في عملية إعادة الهندسة السياحية داخلة الموقع، عملية النقل وما إلى ذلك. زائد أنه إحنا حالياً بنشتغل على قضية عمل منتج يلائم السائح العربي، لأنه إحنا عندنا بالشهر 6 و7 و8 بشكل عام السياحة منخفضة، يعني رغم أنه هاي السنة لأول مرة 6 و7 و8 زادت نسبتها 50%، كانت مرتفعة بالصيف، وبالتالي يبشر أنه الموسمية قلت. لكن إحنا حالياً نشتغل على منتج للسائح العربي، كافيهات، قعدات، مناطق، حدائق إلى آخره. وعندنا خطة طبعا أنه نبلش في إنشاء قصر المؤتمرات عشان نستهدف سائح رجال الأعمال، لأنه حاليا معظم سياحتنا هي سياحة الكبار بالعمر، سياحة تراثية والثقافية. لكن بالوضع الحالي يعني إن شاء الله أنه الخطط هاي اللي راح تكون شوي شوي تزيد بقدر زيادة أعداد السياح اللي بتدخل على البتراء، تزيد المنتجات أو المنتج، وتزيد عدد الغرف الفندقية والخدمات الأخرى الموجودة داخل الموقع. نعم، طيب ماذا عن الأسعار سيد سليمان؟ يعني هناك الكثير يشكو من ارتفاع في الأسعار، سواء الخدمات، الفنادق، مقارنة بباقي الدول المحيطة. يعني كيف يمكن حل هذه المشكلة؟ بالتأكيد من أهم عوامل التنافسية العالمية هو السعر. السعر هو عرض الطلب أكيد بالمواسم، وين ما تروحي عالميا بالمواسم بتزيد الأسعار. احنا يعني منتجنا بالبتراء والمنتج الاردني بشكل عام هو مختلف مثلا عن شرم الشيخ. احنا سياحتنا مش سياحه يعني الشواطئ اللي هي بتكون رخيصه، سياحتنا سياحه تراثيه. السائح التراثي او السائح اللي بدور على السياحه التراثيه بشكل عام هو سائح بالمناسبه دخله عالي، مستوى التعليمي عالي، فبالتالي السياح يعني ما عندهم مشكله يدفعوا. لكن احنا بالتاكيد لازم بسبب الضغط اللي موجود على المواقع عندنا في البتراء بشكل عام، لازم نلاقي طرق نرتقي فيها في الخدمات اللي موجوده في الموقع. احنا بنعمل على هذا الشيء حاليا، بحيث السائح تكون تجربته يعني ايجابيه ويرجع للبلد، او حتى اذا حتى اذا كان السائح دخله عالي، يعني اذا وجد الاسعار مرتفعه جدا مقارنه بباقي الدول، قد لا يعود مره اخرى، او قد لا ينصح زملائه بالقدوم الى هذا المكان. فيعني موضوع الاسعار في الحقيقه جدا مهم، يعني ويجب ان يتم تقديم عروض يعني تسهل للسائح وتجذب السائح، سواء من الاردنيين او السائح العربي والاجنبي. بالتاكيد بالنسبه للسائح الاجنبي، اكيد السائح الاجنبي لما بيروح على المكتب السياحي في اوروبا بيشوف الاسعار، وبالتالي في اسعار يعني بتقدمها المكاتب السياحيه اسعار تنافسيه. هلا الاشياء الاخرى اللي السائح ممكن يستهلكها خلال وجوده بالمنطقه بتعتمد، اذا راح مثلا لمطعم سياحي مصنف سياحي اكيد اسعاره عاليه، بس في نفس الوقت احنا في الاردن بامكانك تروح على السوبر ماركت وتشتري قزازه المي ب 20 و30 قرش، يعني مش دائما الاسعار يعني بتكون عاليه.
بالتأكيد يعني إذا إحنا حاولنا نرتقي بمستوى الخدمات ونزيد الخدمات خاصة الغرف الفندقية اللي في البتراء والمطاعم وما إلى ذلك، هذا الحكي راح ينزل الأسعار ويزيد تنافسية الأردن بشكل عام كوجه سياحي. طيب عالمي. بالتالي يعني هل من استثمار للقطاع الخاص في هذا المجال؟ بالتأكيد القطاع السياحي وتشاركي، القطاع الحكومي هو عليه التشريعات والقوانين والتنظيم، لكن الاستثمار بالمرحلة الأولى هو من القطاع الخاص. وأنا يعني بتشرف أنه معظم المستثمرين في القطاع الخاص بالآونة الأخيرة خاصة فنادق الأربع نجوم فما دون هم أبناء المجتمع المحلي من مدينة وادي موسى وإقليم البتراء، ولهم دور كبير يعني في التنمية السياحية وفي وجود برضو منتجات جديدة يعني أنها تجذب السائح للمنطقة. فعندنا إحنا يعني كسلطة عندنا حالياً حوافز استثمارية كأي منطقة تنموية، وبالتالي المستثمر له يعني ادفانتجز لما يجي يستثمر في البتراء بنرحب بالمستثمرين المحليين قبل الأجانب. طيب ما مدى يعني إمكانية الاستثمار في السياحة العلاجية في المنطقة وفي الأردن؟ هلا بشكل عام احنا بتعرفي حاليا هيئة تنشيط السياحة في قانونها يعني غطت موضوع السياحة العلاجية. احنا كسياحة علاجية افضل مكان عندنا هو منطقة البحر الميت اللي هي يعني تعتبر سبا طبيعي، وفي استثمار في هذا الموضوع. في نوعين طبعا من السياحة العلاجية، السياحة العلاجية اللي هي بتيجي واحد عشان يتعالج وهي موجودة في عمان بالمستشفيات الخاصة وما إلى ذلك، والنوع الثاني اللي هو الاستجمام اللي هو الوقائي، وهذا موجود عندنا في منطقة البحر الميت بالذات. وزي ما بتعرف منطقة البحر الميت مشهورة عالميا في المي اللي موجودة فيها، في حتى طبيعة الفنادق اللي موجودة في البحر الميت هي يعني فنادق مرتفعة المستوى وتجذب السياح من جميع أنحاء العالم. شكرا لك سيد سليمان الفرجات رئيس سلطة إقليم البتراء. أهلا وسهلا. شكرا لك. مستمرون معكم في أخبار الأسبوع وتتابعون فيه. مشروع قانون الزكاة لسنة 2019 يعظم الاستفادة من أموال فريضة الزكاة. أهلا بكم من جديد. قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون الزكاة لسنة 2019، وقد وضع مشروع القانون الجديد 3 أهداف رئيسية بهدف تعظيم الاستفادة من أموال فريضة الزكاة. كما من شأن مشروع القانون تحويل صندوق الزكاة إلى مؤسسة وطنية تعيد إحياء مفاهيم الزكاة كحق شرعي للفقير على الغني. 3 أهداف رئيسية أرادها مجلس الوزراء من إقرار مشروع قانون الزكاة لسنة 2019، أهداف تتمثل في الحث على أداء فريضة الزكاة وتفعيل غاياتها في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وترسيخ مبادئ التكافل الاجتماعي من خلال توزيع موارد الزكاة على المصارف المحددة وفق أحكام الشريعة الإسلامية. بموجب مشروع القانون سيتم إنشاء مؤسسة عامة للزكاة تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، يتولى إدارتها مجلس أمناء بمهام وصلاحيات محددة. كما سيتم تشكيل هيئة للفتوى والرقابة الشرعية تعنى بضبط أعمال الصندوق وضبط مصاريفه المتعلقة بالأموال التي تجب فيها الزكاة وشروط وجوبها وكيفية احتسابها، إضافة إلى تمكين مؤدي الزكاة من حسم جزء مما دفعه للصندوق من ضريبة الدخل المستحقة عليه. ما يميز القانون الجديد عن سلفه القديم حسب وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية هو تحويل القانون الجديد صندوق الزكاة إلى مؤسسة وطنية تعيد إحياء ثقافة ومفاهيم الزكاة كحق شرعي للفقير على الغني. كما أن من شأن القانون الجديد أن يعمل على توحيد المساعدات المقدمة من صندوق الزكاة وفق آليات جديدة، وأن يوسع الفئات المستفيدة من أموال الزكاة، بل وسيراعي القانون الجديد تضخم الأسعار والحالة المعيشية للأسر المستفيدة. هو ببساطة قانون يتمتع بمرونة أكثر. الناطق باسم وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية السيد حسام الأحياري، أهلا وسهلا بك. أهلا بكم. بداية، ما هي الأسباب الموجبة لهذا القانون الجديد، وما الفرق بين القانون الجديد والقانون القائم حاليا؟
مشروع قانون الزكاة العام 2019 الذي أقر مجلس الوزراء مؤخرا الأسباب الموجبة له، جاء هذا القانون لدعم للعناية بالزكاة من حيث أن الزكاة أداة فاعلة للتكافل المجتمعي، جاء أيضا لتسليط الضوء على أن الزكاة أيضا أداة فاعلة في مواجهة الفقر والأسباب والمشاكل المجتمعية الناتجة عن الفقر من المرض والجهل وغيرها من الأمور المرتبطة به. كذلك أيضا جاء للدور التنموي للزكاة والصدقات والتبرعات بدعمها وتمويلها للمشاريع الإنتاجية التي تستهدف الفئات الفقيرة من المجتمع، وأثر ذلك على مواجهة البطالة وأيضا نقل المحتاج من طلب المساعدة إلى الإنتاج. نعم، ما هي الأطر المؤسسية التي سيستعين بها القانون؟ نعم، القانون الآن هو في مراحله التشريعية لإقراره بصيغة النهائية. طبعا الآن بعد إقرار مجلس الوزراء لأسباب الموجبة له يتم تحويله لديوان التشريع والرأي، بعد ذلك يتم عرضه على مجلس النواب لإقراره بصورته النهائية. في صياغة القانون بصورة مسودة القانون الحالية الآن تم التشاور أيضا من خلال دائرة ضريبة الدخل، من خلال أيضا وزارة التنمية الاجتماعية، دائرة الإفتاء العام، شركاء الصندوق في عمله. هذا الأمر تم التعاون معهم للخروج بصيغة توافق عصرية للقانون وتخدم الفئات سواء من المتبرعين والمزكين وأيضا من الفئات المستفيدة من الزكوات والصدقات. طب أنت منذ قليل ذكرت نقطة مهمة جدا، يعني وأنه هذا القانون يعزز من التكافل الاجتماعي، يعني هل يمكن أن توضح هذه النقطة وما هي الأدوات والمعايير المستخدمة من أجل تعزيز التكافل الاجتماعي؟ الزكاة في فلسفتها الإسلامية ضمن مصارفها الشرعية التي وردت في الآية الكريمة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب والغارمين إلى آخر الآية، وأيضا الزكاة في هناك حديث شريف أن الزكاة تؤخذ من الأغنياء وترد في فقراء، في نفس فقراء المجتمع. فهذا الأمر يجعل هناك وحدة بين المجتمع، روح التكافل والتعاطف بين أبناء المجتمع والتماسك، فيصبح المجتمع بصورته العامة هو أسرة واحدة يعطف الغني على الفقير. وفي التقرير الذي جرى عرضه قبل قليل كانت هناك أن هذا حق للفقير على الغني. فهذه الزكوات تعمل على محاربة الفقر، تعمل أيضا على مكافحة الظواهر الناتجة عن الفقر، وأيضا في النهاية البعد التنموي في الزكاة مساعدة الفقير ليصبح ليس طالبا للصدقة والزكاة وإنما مؤدي لها في المستقبل. طيب، هناك حديث عن إنشاء مؤسسة عامة للزكاة تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، من سيتولى إدارة هذه المؤسسة وما هي صلاحيتها؟ هناك مجلس أمناء، هذا المجلس من الذوات المختصة بهذا الباب من العلماء، سيكون من أحد أعضاء وزير الأوقاف، أمين عام وزارة الأوقاف، وسماحة مفتي عام المملكة وغيرها من الشخصيات المعتبرة في هذا الباب، تقوم بوضع السياسة العامة لصندوق الزكاة والأطر العامة لعمله والرقابة وعلى أدائه وطريقة إدارته للزكوات. نعم، طيب، وهناك أيضا تشكيل لهيئة للفتوى والرقابة الشرعية تعنى بضبط أعمال الصندوق، أليس كذلك؟ هذه الفتوى، نعم. هذه الهيئة هي من الأمور الجديدة في هذا القانون. هذه الهيئة تكون برئاسة سماحة مفتي عام المملكة، تقوم هذه الهيئة بتقديم أحكام الشرع الشريف للمزكين بآلية احتساب الزكاة والأحكام المرتبطة بزكواتهم، وبذات الوقت تقوم بالرقابة الشرعية على عمل الصندوق والتحقق من أداء الزكوات وفق المصارف الشرعية المقررة. طيب، يعني آلية ضبط مصارفة الأموال ويعني فيما يتعلق بالأموال التي تجب فيها الزكاة؟ آلية الضبط والرقابة، طبعا هذه هناك أجهزة من داخل المؤسسة في حال تأسيسها بعد إقرار القانون بصيغته النهائية، ستكون هناك ضوابط من حيث آلية استلام التبرعات وتخصيص حساب بنكي خاص بالزكاة. هذا الحساب يتم من خلاله تحويل هذه الزكوات بعد عمل الدراسات الاجتماعية من خلال المديريات التابعة لهذه المؤسسة ومن خلال لجان الزكاة وفق النظام وأنظمة وتعليمات خاصة يتم صياغتها لاحقا في حال إقرار القانون. طيب، من المعروف أنه يعني هناك توجه إلى تمكين المزكي من أجل أيضا أن يزيل جزء من ضريبة الدخل وبالتالي يشجع على الزكاة، يعني لو تحدثنا عن هذا الموضوع وكيف يتم متابعته.
حقيقة القانون جاء ليراعي هذا الجانب، حيث أنه سيقوم بخصم قيمة المبلغ الذي يقوم المزكي بأدائه زكاة المال عبر هذه المؤسسة، سيتم خصمه من صافي الضريبة المترتبة عليه. بهذا الشكل يتم تخفيف حجم الالتزام المالي سواء ضريبيا أو للزكاة بحق المزكي، طبعا وفق نسبة يتم تحديدها لاحقا بموجب نظام خاص في حال إقرار القانون بصورة نهائية. نعم، طيب يعني لو تحدثنا عن آلية توسيع الفئات المستفيدة من أموال الزكاة. طبعا صندوق الزكاة بالوقت الحالي يستهدف العديد من شرائح المجتمع وبعديد من الجوانب، فهناك استهداف للأسر الفقيرة، هناك استهداف للأيتام، هناك استهداف في البعد التعليم سواء لطلبة الجامعات وطلبة المدارس، هناك أيضا جوانب في ترميم المنازل وصيانتها للأسر المحتاجة، هناك أيضا الأيام الطبية، هناك مستشفى مقاصد الخيرية التابع لصندوق الزكاة، هناك مراكز طبية، يعني بلغ عدد مراجعي المراكز الطبية ومستشفى المقاصد قرابة 30,000 مراجع خلال هذا العام، يعني فهذا رقم ضخم جدا يعني. ولعل يعني المبادرة الأبرز التي أطلقها الصندوق قبل سنتين اللي هي مبادرة الغارمات وتفعيل سهم الغارمين بشكل عام، والتي كانت تتويجها هي الرعاية الملكية لهذه المبادرة ضمن مبادرة أردن النخوة. طيب هل يتم يعني أخذ بعين الحسبان أيضا أسعار يعني الأسعار المرتفعة والتضخم الذي يحدث في هذه الأيام؟ نعم يتم ذلك، لعل قرار مجلس إدارة الصندوق قبل فترة بزيادة الراتب الشهري الذي يتم صرفه للأسر المستفيدة من الأيتام والأسر المحتاجة يراعي هذا الجانب. نعم. طيب سيد يعني حسام، في الحقيقة يعني القانون مهم جدا ويعني وتطبيقه وآليته ومراقبته، لكن هناك أيضا يعني ثقافة يعني يجب أن يتم العمل عليها، وهي ثقافة الزكاة، وهي يعني التي نستمدها من أحكام الشريعة ومن الدين الإسلامي الحنيف. هل لك أن تحدثنا عن كيف يمكن يعني أن نعمل على هذه الثقافة من أجل أن نشجع المزكي؟ في المملكة حقيقة كان عناية كبيرة بموضوع الزكاة منذ تأسيس المملكة، ففي العام 1944 صدر قانون تفعيل وتحصيل الزكاة مع تأسيس المملكة، وهذا القانون جرى إصدار قانون آخر عليه في العام 78 وقانون آخر في العام 88، نتيجة هذه القوانين جرى تأسيس صندوق الزكاة بصورته الحالية. ثقافة المجتمع على العكس هي ثقافة داعمة لهذا التوجه، هناك إقبال كبير على دفع الزكوات والتبرعات والصدقات، ولعل هذا القانون جاء لمزيد من التنظيم وزيادة الفاعلية في استغلال هذه الصدقات والزكوات، ويكون أثرها كبير في لدى الفئات المحتاجة. طيب ماذا عن دور المؤسسات والمجتمع المدني، يعني تشبيكها والتنسيق فيما بينها من أجل دعم هذا التوجه؟ صندوق الزكاة المؤسس العام للزكاة في حال إقرار القانون الجديد ستكون مظلة جامعة لكل الجمعيات والجهات والتبرعات داخل المملكة، يتم من خلالها تنظيم هذا العمل بصورة عامة وبجهد تكاملي وتنسيقي مع المؤسسة. أيضا أريد أن أشير إلى أن هناك بند ضمن القانون الجديد ينص على إمكانية اشتراط الزكاة لجهة محددة يقوم المزكي بتسميتها طبعا، وذلك وفق الأحكام الشرعية والضوابط المتعلقة بهذا الباب. طيب وهذا كله سيؤدي إلى رفع الوعي في أهمية الزكاة. نعم، الصندوق لديه العديد من الحملات التي تخاطب هذا الجانب، وأيضا من خلال وزارة الأوقاف، من خلال رسالة المنبر ورسالة المسجد، هناك دائما دعوات إلى أداء الزكوات والصدقات والالتزام بالتكافل المجتمعي ما بين جميع الفئات في مجتمعنا. طيب يعني وباختصار يعني هل ما هذه الحملات؟ الصندوق الزكاة على آخر حملة كانت حملة حقيبتي التي أطلقها، والتي استهدفت طلبة المدارس من الفئات الفقيرة، حيث جرى توزيع قرابة 20,000 حقيبة مدرسية مجهزة بكامل التجهيزات من القرطاسية والدفاتر وغيرها من مستلزمات الطالب، وجرى توزيعها على طلبة في جميع مناطق المملكة للفئات المحتاجة. نعم، شكرا لك على هذه المعلومات القيمة والوافية، طبعا لأنه يعني موضوع الزكاة هو موضوع مهم جدا
يفيد الجميع. نشكرك سيد حسام الحياري الناطق باسم وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، شكرا جزيلا لك. العفو استي. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى نهاية أخبار الأسبوع، نلقاكم في الأسابيع المقبلة، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.